4 3 2 1. السلام عليكم لا فامي، واش صافاكم؟ شي بخير؟ كنتمنى يعجبكم الفلوق ديالي الرقم 2 ياك. لا كتفرجوا في فيديو في العشيه، كنتمنى المساء يكون بخير. كتفرجوا في فيديو الصباح، كنتمنى يكون داز ايديوز عندكم نهار توب توب بزاف. وهذا الفلوق انا كاين في الخدمه دابا مع الباترون ديالي خويا هشام، راه تلقاو لاشين ديالو في صندوق المعارف وتابوناو عنده، وهو نوري لكم خويا هشام بان باليوم. مرحبا خويا حمزه، لاشين ديالو جديده وحنا ديما معاه، الله يحفظك ويعز علينا. حمزه الفلوق، الله يحفظك اخويا هشام. الباترون ديالي هو هشام، وكما تشوفوا راه مشي دابا نلعب كره مع الدراري في التيران، وكما غاديش نلعب شويه ورجع ونبدا نصور لكم الكواليس تما ولا قدر. يلا باي باي. انا رجعت لكم. المهم دابا راه قربت للتيران، انا غادي عند الدراري صحابي ياك، كيف ما كتشوفوني حدا التيران، حدا الديور لكن حدا التيران، قربت عند الدراري صحابي باش نصور لكم شي لقطات ديال الكره ونزرب لكم داك الشيء ثاني. المهم اش بغيت نقول لكم باقي نسيت بهذاك. بالنسبه اللي كيتفرج في هذا الفيديو وكتبان ليه الشاشه ديال التيلي باش كنصور ناقصه، كتعطوكو كتدخل البارامتر ديال اليوتيوب وكيعطوك 140 باش 144 باش كتفرج على ما كيبان ليا. ديروا نتوما 280 ولا 360 احسن. كتبان لكم انا ما كنفلوغيش بعدا بالكاميرا، كنفلوغي بالكاميرا ديال القدام ديال التليفون ديالي انفينيكس نوع هوت 5، كلشي عارفو هو الماركه الجديده كيدير 22000، دابا راه طولوا 21000 شريتو بشي شهور. وانتوما كما كتشوفوا انا دابا غادي عند الدراري التيران صافي. يلا نخليكم. هاني رجعت لكم. هما الدراري كيف ما كتشوفوا، هما الدراري كيسخنوا، هما يجيبوا كره، هما كيسخنوا الدراري كيف ما كتشوفوا. هما ولاد سيشتهم كيسخنوا. الله نخليكم مع التصويرة السريعة. رجعت لكم. كيف ما كتشوفوا الماتش خرج تاع بسميتو بربعة لخمسة، والفرقة ديال سيس ربحات ولا دا سيس نيت. وكنتمنى يعجبكم الفلوق الثاني ديالي، وراه كيما شفتوا في اللقطات السريعين راه داز داكشي كيف ما كيبان لكم. يلا نخليكم مع اللقطات. صافي، واش هذا اخر لقطة في الفلوق؟ المهم هاد الفلوق كلشي اهم مني يكون عندي مشتركين بزاف. غتلقاو هاد السوسك راه كاين هنا، ضغطوا عليها تتفرقع، غتلقاو ابوني، غتولي ابوني وضغطوا على الشرشر ومنساش لايكات لايكات بزاف. بغيت هاد الفيديو يوصل 100 لايك 100 ابوني، بارك عليا بشبشة تنوصل كيما قالوا شي طريق طويلة، بارك عليك وضلوا لي فراسكم. اول وثاني فلوق هو هذا، ورا الحلقة الجاية ثالث فلوق يكون ان شاء الله في المدينة على مستفاهم. تال فلوق الثالث نقول لكم واش كاين. باي باي.